شاركت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في اجتماعات الدورة 54 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة. وشاركت الهيئة في جلسات الاجتماعات الرئيسية وورش العمل المصاحبة، حيث أكدت السيدة دعاء سلطان محمد نائب رئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بالهيئة أن هذا الاجتماع يعد من أكبر التجمعات الدولية التي تضم كبار الإحصائيين في الدول الأعضاء من حول العالم، وتحرص الهيئة على المشاركة فيه في ظل ما يمثل هذا التجمع من أهمية بالغة، مثمنة جهود المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحديد المسائل ذات الصلة بدول مجلس التعاون في المواضيع المطروحة للنقاش وتزويدها للأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون.